ليلة القدر لا شك أنها في رمضان، لقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبين الله تعالى في آية أخرى أن الله أنزل القرآن في رمضان، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم رآها صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ثم تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى، وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة القدر أو أري ليلة القدر في المنام، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة 21. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في أي ليال متعددة من العشر. وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة، وبهذا تجتمع الأدلة، ويكون الإنسان في كل ليلة من ليالي العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر. وثبوت أجر ليلة القدر حاصل لمن قامها إيمانا واحتسابا، سواء علم بها أم لم يعلم. ولكن من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فإننا نجزم بأنه قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، سواء في أول العشر أو في وسطها أو في آخرها. أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو، كما في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها. وأما علاماتها فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها، وهذه علامة متأخرة، وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار، زيادة النور فيها، وطمأنينة المؤمن وراحته وانشراح صدره، كل هذه من علامات ليلة القدر.